وفيما يتعلق بأحوال الطقس، فإن المعهد الوطني للرصد الجوي يؤكد أن الحرارة ستتواصل ضمن مستويات أعلى من المعدلات العادية لهذه الفترة، ومن المنتظر أن تتراوح القصوى بين 28 و35 درجة بالسواحل الشمالية، وبالمرتفعات بين 35 و42 ببقية الجهات، مع ظهور رياح الشهيلي. وتكون الأجواء وفق المعهد مغيمة جزئيا بأغلب الجهات، وستتوقع نشاط مرتقب في فترة ما بعد الظهر للسحب الرعدية بالمناطق الغربية، ترافقها أمطار متفرقة مع إمكانية تساقط البرد وظهور الصواعق بأماكن محدودة.